ركوكو ارجعنيكم بعد الفاصل. يا سيدك من سيدك الفوندون حضر هذوما ما قلبتهمش خاطر هما ماذا بيكم ديما اللي يجيب الشيك الكعبة الفوندون تاعو يقلبها وقتها. هذيا الكعبة حضرت باش نزين كعبة الفريز هكا على جنب وباش نمشي توا نرجع للمقرونة. الصوص هايكا شربتك المي اللي صبيتولها الكل قررت يديمها حطيت فيها الرند وحطيت فيها الفلفل الشيح باش تزيد تفويح. نحط شوية من التون ديريكتومون في وسط الصوص وشوية الاخر باش نحطهم بعد من الفوق. ناخذ المقرونة نحطها نبدأ نخلط بالسياسة اها وكذلك علاش المقرونه ديما نحطها ناقصه طيب باش ما خلطها على النار مع الصوص الا ما تزيد الا ما تجي طيبها قد قد. نزيد بقيت المقرونه وديما نبدا نزيد في المقرونه بشويه باش ما تجينيش ناقصه الصوص. فوالا نزيد نحرك تعرفوا حس المقرونه هذه البنينه يسري شهي. نقص من الرند فوالا باهي. وتوا باش نحطو عنا زيتون اخضر مقصوص جيد والا زيتون اكحل اللي تحبو. عندي فلفل مساير مقصوص صغير وعندي رشه معدنوس اللي يقولك هكا صغرونه وكعبيت حبق فرشكين والاخرين توا نزينهم من الفوق. وباش نزيد بيان سور ما نجموش ناكلو مقرونه من غير ما نحطو فيها الجبن صعيب شويه ظهر لي ريحه في وحا. وتوا باش ناخو من الفريجيدير جبن ديليس فوالا هذا يا جبن غابي سافور غرويير. نحط هكا هي فوق النار باش يذوب. نخلط وبعد ديما نحط من فوق شويه على الزينه. وجينيرالمون كي نطيبها المقرونه هذه وتبدا هكا في القليه الغارقه نخليها في نفس البلا. تعجبني كي تبدا مزينه هكيك اوكي. المقرونه تاعنا حضرت باش نكمل نزينها من الفوق. نحط ورقات الاحبق هكا ونزيد نكمل الطن اللي خليته ورشة معدنوس صغرونة ونغسل يديتي فوالا وكها. ونلم شوية البلان دو ترافاي باش ما تقعدش الدنيا خايبة. ها هاوك الفوندون حضر والمقرونة بالتون حضرت والفوندون جي كيما نحبو انا اون بلوس بيتوها كلي ماهوش كلي مروب نقولوا احنا ماهوش شادد روحه ويابس ولا حتى شيء فدونجي. وكهو ان شاء الله تعديوا حلقات الكل محليهم خاطر اليوم اخر حلقه. عملنا 80 حلقه 80 غسيت يمكن حتى اكثر من 80 غسيت خاطر ساعات نطيب لكم حاجه حلوه وحاجه مالحه. ان توكا فرحت على الاخر ان شاء الله استفدتوا من اللي غسيت والتفاعل نتاعكم ديما محليه. وكهو تو مقعدني باش نقول لكم كنت شاو.